السلام عليكم، معكم فاطمه من قناه ابتسام. كنتمنى تكونوا مزينين وباحسن الاحوال ان شاء الله. فيديو ديال اليوم فيديو لي مميز بزاف، اشارك معكم واحد الطريقه اللي واعره بزاف ويستافدوا منها ان شاء الله بزاف منكم. ففيديو اليوم ان شاء الله يكون حول واحد الاستراتيجيه اللي سهله وبسيطه، ونحاول ان شاء الله نبسط لكم اكثر ما يمكن. هذه الاستراتيجيه فين نحتاجوها؟ هذه الاستراتيجيه نحتاجوها في منصه بينومو باش تريديو بها. فكما عارفين وكما قلت لكم ديجا، انه مثال اذا دخلنا شي صفقه وحنا ديجا ما عملناش واحد الاستراتيجيه فنقدروا انا نخسروا فلوسنا، وفي حال اللي كتلوح فلوسك، يعني مثلا انت ما عرفتي شي حاجه، جيتي فتحتي واحد صفقه جديده حطيتي فيها 50 دولار 10 دولار، فكن على يقين واحد النسبه اللي كبيره انك تخسر داك الصفقه وتضع فلوسك. لهذا افضل حاجه كنديروها هي نديرو استراتيجيات، نخدمو مؤشرات عاد اننا نبداو في واحد الصفقه ولا نفتحو في واحد الصفقه، باش على الاقل كتكون واحد النسبه كبيره ان الصفقه ديالنا تكون ناجحه. طبعا انا ما كنقولكش ان الصفقه ديالك مثلا استخدمتي هذا المؤشر تكون صفقه 100% ناجحه، حيت في هذا المجال ما كاينش شي حاجه اللي فيها 100%، ما كاينش حاجه اللي مضمونه، سواء في هذا المجال سواء بيع العملات وشراء العملات، يعني ما كاينش شي حاجه اللي مضمونه ولا شي واحد يقول لك الربح 100%، هذه ما كايناش نهائيا، حيت دائما كتكون واحد النسبه ديال الخساره، وخصوصا الناس اللي ما يعني ما عارفاش، الناس اللي ما تعلماتش، الناس اللي ما جاوا دخل المجال وحاطه فلوسها واول مره باغي تفتح صفقه بلا ما تعلم، فهذه كتكون عندها نسبه كثار انها تخسر فلوسها، وهذا الشيء راه خايب انك تضيع حتى راس المال ديالك. فبداك الساعه كتبقى تقول صافي انا ما نكملش هذا المجال ممنوش، وهذا الشيء كيخليك انك ما تكملش في هذا المجال وما تتعلمش وما تطورش راسك، يعني انت بحال كتكون حطمتي راسك بواحد الحاجه اللي درتيها انت غلط. فلهذا دائما الانسان يصبر ويمشي بشويه عليه يتعلم عاد يحط فلوس، خصوصا ان معظم ديال المنصات وحتى المنصه كيعطيوك واحد حساب تجريبي، فحنا علاش ما نستغلوش هذا الحساب التجريبي؟ حيت اصلا المنصه علاش على حساب تجريبي؟ الا باش حنا ما نضيعوش فلوسنا اننا نتعلموا، يعني كتعطيك واحد 1000 دولار، تخيلوا معايا 1000 دولار باش تتعلم بها من استراتيجيات، فتح صفقات من استراتيجيات جديده، تعلموا مزيان عاد تمشي تحط فلوسك ولا تتعلم بهم. بالنسبه للناس اللي باغا تودع فلوسها في هذه المنصه، راه كاين واحد كود برومو اللي تجرو في صندوق الوصف كيضاعف لكم الارباح ديالكم جوج مرات. الناس اللي عندهم اقل من 18 سنه راه ما يمكنلكمش تخدموا في هذه المنصه، اما بالنسبه للناس اللي كتستعمل الهاتف ديالها راه تقدر تستخدم في هذه المنصه وتخدم بها بطريقه اللي سهله، وهي من خلال التطبيق، حيت كاين تطبيق ديرو في اب ستور وبلاي ستور اللي تقدر انك تخدم به. وكنعاودها وكنعاودها، عمركم تحطوا فلوس ديالكم حتى تتعلموا، فكنتمنى انه حتى شي واحد ما يجي يحط فلوسه في هذه المنصه وهو ماشي متعلم، تعلم عاد تحط فلوسك، اعطي وقت راسك واصبر. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو باش نشرح لكم على بركه الله، فيلا بينا. من تكيو في الرابط نيشان ندخلوا للمنصه. بالنسبه للمنصه ديجا وريتكم كيفاش كنخدم فيها، كيفاش ديبوزي وكل شيء. انا هنا نخدم بالحساب الحقيقي ديالي، حيت بزاف الناس كيسولوني واش كتخدم بالحساب ديالك الحقيقي. كنخدم دائما استراتيجيات معكم بحساب الحقيقي كما كتشوفوا في 1240 دولار. مهم اليوم ما نوريكم كيفاش تسجلوا، ما نوريكمش كيفاش تودعوا الفلوس، انما نبداو في استراتيجيه نيشان. في استراتيجيه ما كنختاروش شي مؤشرات، انما نخدموا بواحد الميثود اللي نتبعوها اللي نحاولوا اننا نقصوا الخساره ديالنا. دابا ركزوا معايا مزيان حيت نعمل لكم عمليه حسابيه كيفاش كتجوز هاد الاستراتيجيه. اول صفقه كنبداوها ب 5 دولار، ربحنا هاد 5 دولار كنكملوا 5 دولار، يعني اي صفقه كنفتحوها كتكون ب 5 دولار. موراها نقولوا مثلا جينا وخسرنا حنا هاد 5 دولار، موراها الصفقه اللي كتكون التاليه مثلا ملي كتخسر هاد 5 دولار كتبدا ب 11 دولار، مثلا كتكمل على 11 دولار 11 دولار. نقولوا مثلا جا وخسرتي هاد 11 دولار خسرتيها في الصفقه، الصفقه اللي موراها خصك تفتح الصفقه ديال 24 دولار. علاش؟ باش كنرجعوا ديك 11 دولار ديالنا زائد ربح، يعني ديك 11 دولار اللي خسرتيها كترجعها، زائد كيكون عندك واحد البروفيت ديالك. موراها نقولوا مثلا خسرتي هاد 24 دولار، هيدا هاد الارقام هما اللي ندوزوهم، 24 دولار، موراها 54 دولار، موراها 119 دولار خسرناها، عاوتاني نديرو ديال 262 دولار خسرتيها كاع كتمن 276 دولار. علاش هاد الارقام بالضبط؟ حيت هاد الارقام مثلا نقولوا خسرت 5 دولار، راه اذا لعبت موراها مثلا فتحت صفقه ب 11 دولار كنعوض الخساره ديالي اللي ديجا خسرتها، وعاد كيكون عندي ربح.
اما مثلا صافي اذا عوضتي ربح ديالك يمكن لك انك ترجع عن 5 دولار فهمتي، يعني هاد الارقام اللي عطيتكم هنا هما اللي كيعوضوا لك داك الخساره. اي مونطو درتيه درتي موراه المونطو اللي زايد عليه كتعوض الخساره ديال المونطو اللي ديجا درتيه، زائد كيكون عندك واحد البروفيت ديالك، وهكا كتكون الامور ديالك مزيانه. كتحاول انك ديما يعني ما تخليش راسك تخسر داك المبلغ فقط وتكمل بنفس النسبه، بالعكس مثلا كتخسرو وكتزيد عليه واحد النسبه باش كترجع داك الخساره ديالك وكتزيد عليها الربح. فهنا كما كتشوفوا هذه هي الميثود ديالنا اللي غنديروها مع اليوم مع بعضنا، نحاول ان نطبقها معكم باش نشرح لكم اكثر. وكذلك كنتمنى انكم تجوزوا بهذه الارقام، حيت هذه الارقام هما اللي يخليكم انكم تعوضوا الخساره ديالنا. كما كتشوفوا هنا ندخلوا هنا المنصه ديال بينومو، نحاولوا اننا نبداو شي يعني نفتحوا شي صفقه ب 5 دولار. نقولوا مثلا احنا خسرنا هاد 5 دولار، فتحنا ديال 11 دولار، شحال كتعطينا 11 دولار ديال الربح؟ كتعطينا 20 دولار. رجعنا 11 دولار ديالنا زائد رجعنا 5 دولار ديالنا، وعاد اتبقى لنا واحد 4 دولار، حيت 11 دولار كتعطيك ربح ديال 20 دولار. مثلا ملي كتدخل بصفقة 11 دولار كتعطيك الربح ديال 20 دولار، يعني كتكون رجعتي خسارتك ورجعتي الفلوس اللي حطيتيهم في الصفقة، وعاد ربحتي واحد 4 دولار مزيان، وموراها كتصح صفقة ما خسرتيش فيها كتكمل مزيان. المهم انا نطبق معكم هادشي، فنمشيو نختاروا بعدا هنا ازواج ديال العملات. حاولوا تختاروا شي وحده اللي تكون عندهم النسبه ديال الارباح مزيانه 82% 83% باش كتعوضكم الخساره. هنا نبدا باول صفقه ديالي هي 5 دولار. هنا نحدد الساعه، انا الصراحه الصفقه نحاول انني نديرها ديال دقيقه، وكنفضل انكم تستخدموا شي مؤشرات، حيت ديجا كنت استعملت معكم بزاف ديال المؤشرات. حاولوا تاخذوا شي مؤشر اللي نتوما ديجا يعني خدمتوه وواثقين فيه وعارفين كيفاش تخدموه، حطوا داك المؤشر باش يوريكم انكم واش دخلوا الصفقه ديال الشراء ولا البيع، زائد تبعوا هاد الميثود هادي ديال اللي نقللوا من الخساره ديالنا. مهم انا ديجا عامله واحد المؤشر هنا، هنا فقط كنوريكم دخلت الصفقه ديال 5 دولار، لكن بسبب الكونيكسيون راه دخلت جوج صفقات. المهم 5 دولار الاولانيه راه كانت مربوحه، و 5 دولار الثانيه كانت خساره، وهي اللي حطيتها بالغلط يعني بسبب لا كونيكسيون وصار. مادام هنا حنا نديو مثلا على الصفقه الثانيه اللي كانت خسرانه، مثلا هاي الصفقة الثانية مازال خسرانة، باش ندخلو المرة اللي جاية، المرة الجاية ندخلو بحداشر دولار باش نعوضو هاد 5 دولار هادي اللي خسرناها هنايا. فاستناو اننا الصفقة هنا ديالنا تسالا. المهم الصفقة نتا كدخل يد شراء يد البيع، راه ديجا كنت شاركت معاكم كيفاش ديرو هادشي، يعني اذا تسالت تحت الخط فين شريتي وانت عندك صفقة ديال البيع راك رابح، اذا كانت عندك ديال الشراء كيكون العكس. كما كتشوفو انا هنا دخلت صفقة ديال الشراء ولكن تسالت تحت الخط، فهنا انا خاسرة هاد 5 دولار. لهذا ان شاء الله الصفقه ديالنا الثانيه اللي ندخلوها ندخلوها ب 11 دولار. ربح داك 11 دولار راه يمكن لي انني يا نرجع ل 5 دولار يا نكمل. مثلا اذا بغيت نزيد في المونطون، ولكن اهم نصيحه هنايا دائما ما تطمعش، دائما مشي بشويه عليك. كما كتشوفوا انا هنا دخلت ب 11 دولار راهي دخلت في الصفقه، هنا دخلت في الصفقه ديال الشراء. كما كتشوفوا راه في الاخر قدرت تبدل المؤشر، يعني كتشوف راسك مع المرات رابح خسران وانت غادي. هنا انا صراحه ما يعني بلا ما حللت بلا ما استخدمت مؤشرات، يعني دخلت فقط باش نوريكم وصافي. المهم كما قلت لكم الواحد ما يطمعش، الواحد يمشي بشويه عليه. كمبتدئ بدا الصفقه ديال 5 دولار، كاع كاين صفقه حتى ديال دولار، يعني اذا كنتي تعال مبتدئ دخلي الصفقه ديال دولار بشويه عليك، دير واحد 5 صفقات في النهار، استخدم المؤشرات ديالك وخدمهم. ما تقولش لا نخدم صافي ربحت هاد الصفقات هادو صافي نزيد نكمل، راه الصفقات اللي مرات تقدري تكوني خساره في خساره، فهمتي يعني بشويه ليك وما تمشي الصفقات بزاف في النهار. المهم هي 11 دولار راه ربحتها كما كتشوفوا، خرجنا الصفقه رابحين. يعني دابا يمكن لي مثلا نكمل خدمه 11 دولار ولا نكمل ب 5 دولار. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، تهلاو في راسكم وسلام.